بعدد محدود بدأت بواكير الحلم، ولكن بطموح بلا حدود انطلقت المسيرة، وكان الهدف الاستثناء والإضافة وطرح البديل وتجاوز كل ما هو موجود. في عام 2007 تأسست كلية طب وجراحة الفم والأسنان، جاءت ولادتها قرينة لعدة ولادات لرفيقاتها من الكليات التي شقت طريقها في مسار التعليم العالي في ليبيا. وظلت الكلمة التي قالها رئيس الجامعة في مستهل الحلم: نحن إن لم نكن استثناء وإن لم نكن مغايرين ولا نشبه ما هو متراكم عبر سنين فلا داعي لمشروعنا. ظلت الكلمة ترن في الآذان، تشحض العزائم وتطلق الهمم نحو الإبداع والابتكار. تم الشروع في وضع الأسس العلمية والأكاديمية والفكرية واللوائح والبرامج والمناهج الدراسية التي تتسق والرؤية العامة للجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. كانت البداية وفقاً للنظام التقليدي المتبع في معظم كليات الأسنان. تواصل هذا البرنامج الملتزم بالقواعد التقليدية لمدة دفعتين، ثم كانت النقلة النوعية في طرق التعلم، حيث تبنت الجامعة وهي الأولى الرائدة في هذا المجال في ليبيا منهجية التعلم القائم على حل المعضلات ما يعرف بالبي بي إل. وكون الدولية هي السباقة في هذا المسار، فقد كانت كلية طب وجراحة الفم والأسنان هي المشرفة إشرافاً مباشراً على تنفيذ هذا التوجه الرائد. وبالفعل تم وضع البرامج ومفردات المناهج وتصميم المعضلات التعليمية. وتأكيد لتبني الجامعة لهذا المسار التعليمي غير المسبوق، فقد تم إنشاء كلية العلوم الأساسية التي أصبحت فيما بعد كلية العلوم التطبيقية، فأصبحت مهمتها التدريس والإشراف وتنفيذ هذا المسار التعليمي في السنتين الأولى والثانية للأسنان وحتى الثالثة للطب البشري. تشمل الدراسة بكلية طب الأسنان في المرحلة الإكلينيكية، إضافة إلى المواد التخصصية التقليدية، تطعيم المناهج بمواد مثل طرق البحث العلمي، التفكير الناقد، مهارات التواصل وأسلوب المعالجة الشاملة، حيث يقوم الطالب بالعمل على حالة من الألف إلى الياء اختياراً وتشخيصاً وعلاجاً وفق خطة علاجية وتنفيذها. هذه الطريقة التي تتميز بها كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الدولية تهيئ الخريج وتؤهله وتمنحه فرصة المعايشة العملية التي هي أقرب إلى ما سيواجهه في ممارسته العملية بعد مغادرته لأسوار الجامعة. تمتاز كلية الأسنان في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية بإدخال نظام التقييم المستمر على مدار العام. تتميز الكلية أيضاً بنظام المتطلبات العملية والكلينيكية التي يجب أن يستوفيها الطالب بإنجاز عدد معين من الحالات في كل تخصص قبل أن يجتاز مرحلة التخرج. تحرص كلية طب الأسنان على المشاركة في المحافل العلمية المحلية والإقليمية والدولية، منها مشاركة فاعلة في مؤتمر طب الأسنان العربي في دبي لدورتين متتاليتين، وشارك طلاب الكلية في المسابقة وأحرزوا الترتيب الثاني في المسابقتين. تحتضن الكلية مركزاً تدريبياً لطب الأسنان يشتمل على 40 كرسياً مجهزاً بأحدث المعدات من أفضل الشركات العالمية المتخصصة، وهذا ما يوفر مجالاً واسعاً لتدريب الطلاب على كل المهارات المطلوبة بتقنية عالية
وتزويدهم بخبرة أكلينيكية لا تتوفر في مكان آخر في هذا البلد. أيضاً وفي سبيل تأهيل الخريج للانخراط في امتحانات الزمالة الإنجليزية والكندية، تم استحداث نظام امتحان التخرج تنفرد به الكلية ويجريه الطالب بعد الانتهاء من كل المقررات على شكل 3 وحدات تعليمية يتحتم عليه اجتيازها. ولأن الهدف هو التأهيل العلمي الصحيح، فإن الجامعة قطعت على نفسها عهداً بألا تستقبل أكثر من 50 طالباً في الدفعة الواحدة رغم تقدم المئات. تم تخريج عدد 215 طالباً من كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية على مدى 15 عاماً، وهذا يعد قليلاً بالقياس إلى الأعداد الكبيرة التي تتخرج من الجامعات الحكومية. وتبقى كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية فخورة بخريجيها الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم حين خرجوا إلى سوق العمل، وجميعهم تجاوزوا امتحان الزمالة من المرة الأولى. وتبقى أيضاً فخورة بما أنجزته ورسخته في مدونة طب الأسنان في ليبيا.